السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، يجينا الوافد مهاجر طلبا للرزق ولتحسين أوضاعه المعيشية، يأتي حاملا معه عاداته وتقاليده وفنه، فيدندن بين حين وحين، تسمعه أنت وأسمعه أنا، فيعجبني الفن فأدندن معه، عن طريقك وعن طريقي ينتشر فنه. معانا اليوم فن البستة، واللي هو طبعا دخيل علينا. والفن البستة اليوم معاي ضيفتي الله يحفظها الأخت أنوار، واللي هي شاملة، يعني شاملة وملمة بكل فن قطري أو غير قطري. خلوني أرحب معاكم بضيفتي أنوار. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور اختي طلال، شلونك؟ الله يحفظك، كيف حالك؟ والله هذه فرصه من عقب فتره طويله. اي والله فتره طويله، شو نسوي؟ امور الدنيا امي الله يحفظك. عليك وعلى متابعين هالبرنامج وعلى تلفزيون قطر. الله يحفظك امي. فديتك انوار، موضوعنا طبعا اليوم اللي هو فن البسته. بدايه خليني اسالك، هو طبعا الفن دخيل علينا. لكن هل قطر الفنانات الأوليات ليش ما قلناوا فن البستة؟ والله على ما أعتقد أن فناناتنا الأوليات اللي طلعوا وبرزوا على الساحة الفنية القطرية، أعتقد أنهما يعتزون بفنهم وفنهم وايد عزيز عليهم، فلذا كانوا يغنون بس الفن اللي تابع لهم، اللي كان السامري الخماري عندهم. نعم. فهاي كانوا وايد يفتخرون بفنهم. اي، وما رضوا انه يغيرون فنهم. يغيرون هذا الشيء. لكن بعد فتره طبعا، ومع التطور والبنات وشكل ما قلنا المهاجرين واللي جايين والوافدين، دخل علينا فن اللي هو فن البسته. امي، من يعني من يتجاوب الحين؟ انت اللي رحت العرس مثلا، من اللي يتجاوب مع فن البسته؟ هل هم كبار السن او البنات الصغار؟ والله حاليا اللي قاعده اشوفه انا، البسته مرغوبه في كل الاعمار. يعني انا عندي في حفلاتي، اي حفله مثلا يعني اكون فيها متواجده فيها، اشوف حتى البنات الصغار لما اغني بسته ولا هاي، اشوفهم يعني يقومون يعني يلعبون في على البستات وهاي. حتى اكثر شيء، بس يعني انا اقول لك هي في كل الاعمار، بس اكثر شيء النسوان يعني الكبار شوي. ايوه شوي. ايه. انزين، انت ما شاء الله عليك امي انوار، فنانه، قنيتي للتلفزيون، قنيتي للوطن، قنيتي الغزل. اليوم انوار وين تحصل نفسها من بين هاي الفنون كلها؟ يعني حنجرتك مثلا، مزاجك خلينا نقول حق اي نوع يرتاح؟ والله اقول لك الفنان المفروض يغني كل الالوان. نعم. يعني مثل ما اقول لك، بس انا اكثر شيء انا في السامري،
بس الفنان المفروض يغني لخبيتي ويغني البستة ويغني الخماري والسامري، كله المفروض يغني. عطاري لخبيتي، مع ان احنا اليوم حلقتنا مو بعد لخبيتي، ان شاء الله في حلقه غير. بس ما عليه، احنا بنتطرق بما ان انت الحين قلتي لخبيتي. هو الفن اسمه لخبيتي؟ اللي فن لخبيتي؟ ايه طبعا، هو الشكشكة. أيوة، شفت يعني كنا نقولها. لا شكشكة بس، والله يعني جذبتيني ان انا ادش في الموضوع. للتوضيح، للتوضيح، لخبيتي هو خبت الطار على الريول، يعني كانوا ياخذون الطارة يشبونها كذي على ريولهم شكل ما نشوف احنا في لخبيتي في التلفزيون او في وين، يحط الطارة على يشبها على وجهها ويلعب بها بيده الثنتين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن في فن لخبيتي يستخدمون المزمار. المزمار أو السمسمية. إيه، فعند هذا بس الفن خاص بالريايل، وطلعتينا من فن البستة، خلينا نرجع حق فن. لا نرجع لأحسن. حركتي علينا الحلقة هذه. أمي في بعض الأغاني تحولت من مثلا سامريات أو أي نوع من الأغاني، صاروا يغنونها بستة. نعم. إيه، فيك تذكري اللي ولو واحدة يعني من الحين بعد مش إن هاي حتى الأغاني العربية. العربية إيه؟ صارت يعني ما علي، إحنا الحين خلينا نتدرج وخلينا في الأغانينا إحنا اللي مثلا من العاشوري، من السامرية، من الدزة، تحولت البستة. من الأغاني اللي تحولت إلى بستة مثل سلمولي على اللي يسمى حالة بفراقي، اللي هي السامرية. إيه؟ قرديها شوي بصوتك. يلا تفضل. سلموا لي على اللي سم حالي بفراقه، حسبي الله على اللي حالي بيني وبينه، لا ذكرت الزمان اللي مضى والصداقه، عود القلب يرجف مثل رجف الماكينة، عود القلب يرجف مثل رجف الماكينة. الله يعطيك العافية. أغاني أول هاي أم طلال؟ إي طبعاً، ما تنسي. الحلو إن هي مخلدة حتى لو حولوها البستة. إي والله صح. أنت جبتيها بفن البستة صح؟ إيه نعم. إنزين، نذكر بس المشاهدين فنها الأصلي. هي كانت خمارية. سامرية. سامرية. إيه. سامرية. أوكي. سامرية. سلموا لي على اللي سمى حالي فراقة، حسبي الله على اللي حال بيني وبينه، لا ذكرت الزمان اللي مضى والصداقة، عود القلب يرجف مثل رجف المكينة. لقب حسك حبيبتي. هني أمي تحسين بالرتم انه تغير. انه تغير. هني بطيء. طبعا هاي وهناك مسحوبه، هاي شو اسمه يعني ثابته. طبعا احنا على علمنا واللي عرفناه ان فن البسته لا تشعبات وتفرعات كثيره. يعني اذا ما كان عندنا البلدان اللي حوالينا. صحيح. واللي جاء منها اصلا. الكم فرع احنا نعرفه تفرع فن البستة؟ البستة كذا تفرع، لا مثل البستة العادية. مثل البستة هي الرومبا. اللي الحين اغلبية الفنانين طالعين كلها رومبا. وفي الوحدة هي اخر وحدة الردي. ايه انزين، البستة الرومبا امي هي على الطيران اكثر شيء او على ايقاعات الاورج؟ لا طبعا، في الحين حديثا يعني يعني ايقاعات الاورك فيها منها البستة وفيها الخبيت وفيها كل شيء، لان هم اوريدي الديسك المحمل فيه يحملون فيها ايقاعات، يعني يجيبون الطاره
ويحملونها في الديسك نفسه، يخزنونها فيه في الأورج نفسه يعني. فنفس الشيء ما راح يختلف يعني، ما راح يختلف كلش يعني، لأن هي إيقاعات حية محملة على الأورج بس. طيب فقط. طيب بالنسبة حق الأغاني العربية اللي بفضل الله نقول الفنانين الشباب طوروها او شلوها من لحنها الاصلي والوطن العربي. اي نعم. وقنت على انها بستات ما شاء الله وكثير والله، مثل عندك اغنيه ام كلثوم وعندك اغنيه لفيروز نسم علينا الهوى، وعندك ما ذكرت اغنيه ام كلثوم عاد انا عذابي هالاغنيه. اي والله. على بلدي المحبوب. على بلد المحبوب. نعم صادق. ايه وبعد ونسم علينا الهوى. ايه والاغنيه اللي غناها الله يرحمها شو اسمه الشاطي هاي مال الكويت، قريد الشاطي. قريد الشاطي. ايه نعم نعم. الاغنيه اللي بتروح لك مشوار. ايه صحيح. ايه بتروح لك مشوار. ايه صح. ايه, ايه صادقه. وقلبوها البسته وسريعه صارت. سريعه وحلوه صارت يعني. انزين ما شاء الله احنا بستتنا يعني تضيف نكهه. ايه وذوق حق الاغنيه اصلا. هو فن راقي. فن راقي يعني. انزين ما يخالف تسمعينا واحده من هالاغاني العربيه اللي تحولت من موطنها ان شاء الله وجات عندنا الخليج. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى ردني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى ردني على بلادي. الله يعطيك العافية. شكلك مطلع كنت تبين البسته يعني. اي ما علي بس يبينا طاره هني. لا لا ما شاء الله ما شاء الله في صوتك الخير والبركه. بس احنا ان شاء الله مي طالعين فاصل بسيط وبنرجع ان شاء الله نكمل ولا نكفي بما ان احنا غنينا لبناني نكفي حديثنا. حبايبي شويه ان شاء الله فاصل بسيط ونرجع لكم مره ثانيه. حبايبي رجعنا لكم مرة ثانية ومعنا ضيفتنا أنوار. أمي أنوار الأول صار عرس عند حد يعني مثلا ولدهم ولا بنتهم عقب أسبوع 10 أيام عرسهم يجون حق الفرقة ويحجزونها قبل بكم يوم. اللي قاعدين نشوفه اليوم أن الفرقة تنحجز قبل 6 و5 شهور ويمكن أكثر بعد. شو السبب؟ يمكن أنا على فهم السؤال اللي سألتيه الحين أنا أقول لك إن السبب من قلة الفرق الشعبية. في ناس الحين حديثاً الحين صارت الفرق الشعبية حق الأجواء الحنة. صحتي. أما الحين العروس الحين ما شاء الله كله يبون فنانين يعني الأقلية منهم اللي يبون فرق شعبية. الفرق الشعبية توحدت بس حق الحنة وحق اللي قولت 7 ليالي وليلتين. الناس ما زالت هذه حق الأيام العرس على قولتهم 7 ليالي وليلتين 7 أيام. يوم يشغلون لك الدي جي، يوم يجيبون لك فرقة شعبية، يوم يجيبون لفريسة وهاي الشغلات هذه عرفتي. في ناس ما زالوا يحبون الأشياء الشعبية حق عروسهم. لا بس في سبب رئيسي أنا أشوفه ويمكن أنت بعد لاحظتي. ايه شكل ما قلنا قلة الفرق الشعبية. صحيح. والاستعانة الاستعانة بنات يطلقون من 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 برا البلاد. إنزين بعد في سبب ممكن إحنا وهذا الشيء الشائع ولله الحمد إن البنات لقوا كفايتهم في يعني أغلبية البنات اليوم توظفوا. طبعاً. إيه؟ صحيح.
فكان واللي لو كملت واللي عندها شهادتها نعم نعم. بس انا اقول اللي اكثريه يعني اشوف الفنانات الحين والفنانين ياخذون شباب كايقاعيين كايقاع برا يعني او يكونون ورا يعني هاي بعد سبب يعني سبب ايوه يمكن بعد اختي شكل ما قلنا ان البنات لقوا اشغالهم فاستغنوا عن الفرق الشعبيه طبعا. او نوع من الحياه او صح ولا يصير هذا سبب بعد نعم زين امي فديتك انوار انت ما شاء الله عليك فنانه شامله يعني شهادتي انا فيك مجروحه الله يسلمك اليوم انت كفنانه بغض النظر عن انوار لازم تجيدين كل الفنون الشعبية؟ هو أقول لك لازم أجيدها المفروض يعني علشان أنا لو حضرت حفلة راح ينطلب مني نوع معين من هالأغاني يعني مرة بتيني البستة مرة بيجيني شيء رومبا مرة بيجيني شيء قديم شيء حديث لازم أنا أكون ملمة بهاي الأغاني كلها أمي أنوار إحنا نلاحظ في الفنون الشعبية أو إحنا كممارسين يعني سابقين ونعرف الأمور هذه الطيران بالنسبة حق فن البستة دائما تكون الطيران ماخذ حدها يعني نادر إذا تلقين طارة شوي خافتة أو يعني خلينا نقول باردة على ما إحنا نقول ليش دائما فن البستة فيه الطيران مسموتة؟ أنا يمكن أختلف معك في هذا السؤال لأن المفروض تكون في طارة حامية يعني وفي طارة لازم تكون رخوة شوي على أساس أنها هي تعطي الدم الرخوة دائما تعطي الدم وهي الطارة اللي تكون مسموتة يعني هي اللي تعطي التشكيل عرفتي فالبستة فيها بعد تشكيل يعني بس أنها تكون التشكيل فيها موحد وهم تكون الطارة يعني تكون شوي يعني مثل على قولتش باردة عشان تعطي هيمة الدم فيها بس إيه ما يخالف أنا أختلف معاك في ذي الشيء يعني هي آراء صحيح واختلاف الرأي لا يغير الوضع العظيم البستات اللي احنا عشناها ذاك الوقت الطيران تكون مسموتة على الآخر ما عدا الصاقول نعم صح الصاقول يختلف صحيح. والحين يوم دشت الرمبة اي صح دشت او خليني اقول لك شو اسمه هذا مكست شوي في هذا اللي طقوا شو اسمه مو الطارة مدهلة ولا شنو تقول؟ شو اسمه ذي الدم اللي ظهر الدم الدرينكا ما ادري الدرينكا ما ادري ايش اسمها ايه هي هذه دائما تكون صح يعني شوي مو مسموت يعني ما يسموت هذه هو اللي يعطيك الدم صحيح يعني مش كانت الطيران اي صح ممكن نقول لك في فن اللي هي البستة الثانية اللي قلناها شنو هي؟ الرومبا الرومبا إيه؟ هي تحتاج الدم دائما صح انزين هاي رايك وراي والمستمع ياخذ والمشاهد ياخذ اللي يجوز له فن البستة هل هو مختصر على الحريم او ان الجنسين والله انا اشوفه حاليا يعني تنوع يعني انا وايد اشوف في السوشيال ميديا الفرق الشباب كله سمرتهم بستة يعني ويلعبون عليها الشباب البسته يعني قاعده اشوف والله في السوشيال ميديا الفرق كامل يعني قاعده اشوفه شيء يميز بسته الحريم عن بسته الرياييل كلها نفس الشيء ما فيها شيء ثاني يمكن الصفقه القويه طبعا تلقين الرياييل صحيح الرياييل صحيح يحطون جهدهم ما شاء الله لاي بستهم احسن بعد الصفقه القويه لان تدرين المراه دائما يكون عندها نوع من الخجل او الحياء لكن الرجال ما شاء الله اللي حصل بعد ما بنقدر صفقتهم ما نجيب اكيد 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 ما يخالف امي احنا أنت كريمة وإحنا نستعمل يا عمري أنت تسمعين نوال الله يسلم تسمعيني شوي من فن البستة الدارجة طبعا عندنا يعني يا مونيتي يا سنة خاطري وأنا أحبك يا سلام وليه الجفا ليه تهجرني وأنا
وأنا أحبك 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 والسلام لك عين الضبا يا زين عين المهالك يا مطلال تغريد الحمام لك عين الضبا يا زين وعين المهالك يا مطلال تغريد الحمام يا سيري بالهوى جملة وأنا أحبك يا مطلال أحبك يا مطلال أحبك والسلام. أمي أنوار، الموسيقى دخلت على الفنون الشعبية خصوصا في السنوات الأخيرة بشكل فظيع، حتى أن بعض الفنانات بعض المرات يطلعون بدون طيران مثلا يعتمدون على صحيح. وبعض أهل العروس يصرون على وجود اللي هو الأورج. الموسيقى اليوم خدمت الفن الخليجي أو المحلي طبعاً. وشلون خدمت الفن البسط؟ طبعاً الموسيقى خدمتها بالمقامات يعني عندك في مقامات يعني في أغاني المقام فيها في نقول في الكوبلي عالي يكون نازل الموسيقى خدمت فعلاً تقصدين عفواً وخدمت الإيقاعات بعد عفواً تقصدين الفن الحديث خدمته أي أنا أتكلم ولا الأولي؟ لا أنا أتكلم عن الفن الحديث. طيب إن خدمت الأغنية يعني بذاتها يعني عطتها رونق عطت إن الفنان ياخذ مجال إنه مساحة يرتاح يعني مساحة يقدر يغني يقدر يستريح عطت الكورال مكانهم يعني خلت يعني الأغنية برزتها أبرزتها يعني أنت يا الأورج أبرز الأغنية يعني أي نعم الموسيقى إنزين الإيقاعات اللي هي موجودة عند صاحب الأورك خلينا نقول هي نفسها إيقاعات الطيران اللي حية يعني تكون مع الفنانة هي إيقاعات الأورك في يعني أنا شو أقول لك في إيقاعات حية أنا قبل تكلمت لك أن الإيقاعات هذه يعني يبون الشخص نفسه راعي الطبل راعي الزير راعي الطار فهو ياخذونه يسجلونه في استديوهات تتسجل هذه الإيقاعات حية وتنحط في مخزون الأورج الله يعطيك العافية ما قصرتي وأنا تشرفت بوجودك معي يا عمري انتي. لكن أمي ما يخالف إحنا طماعين شوي ونبقي منك أغنية وطنية عيوني لك نقولها بسته اللي ريحك إن شاء الله الله يا عمري قطار الله يا عمري قطار الله يا عمري قطار الله يا عمري قطار وردة ونسمتك عطر وردة ونسمتك عطر انتي في قلبي حبيبة انتي من روحي قريبة انتي في قلبي حبيبة انتي من روحي قريبة وردة
مع الله يا عمري قطر نختتم حلقتنا اليوم، ألقاكم إن شاء الله في حلقة ثانية. مع السلامة.